المسجل محمد رزاق. الله الله الله، الخريطيات يمن النفس، يضع الهدف الأول محمد رزاق. الله يرزقك يا شيخ على هذا الهدف الجميل والجميل جدا. استلام، كنترول، ثقة، ولا أروع هدف ولا أجمل. يا الله على محمد رزاق. محمد رزاق يضع الإخريطيات في المقدمة هنا في هذه المقابلة، هنا في الدقيقة الخامسة من أحداث شوط المباراة الأول. الإخريطيات مصمم بقيادة المدرب المغربي عبد العزيز العامري. هنا محمد رزاق، ضربة الجزاء فوريلان، ساقبو، جول! الله! هدف التعادل، هدف التعادل للخبرة، للجميل الإيفواري ساقبو، قاد الكتيبة، قاد كتيبة صخور برزان في هذه المقابلة، في هذا اللقاء الذي يعادل النتيجة بعد الموسم. كرة اللعب إلى ساقبو، تسديدة، ساقبو! ما الذي يفعل في هذا اللقاء؟ كيف استلم؟ كيف لمح الحارس متقدم بهذه اللعبة، بهذا الهدف الجميل؟ يا سلام! الله على ساقبو، على الإيفواري ساقبو، بأيضا لمسة الكبار، بالهدف الجميل لساقبو، يضع نفسه